اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي ارتئينا اليوم ان نهضروا على واحد الموضوع اللي هو راتراباج دو نيفو. اشنا هو راتراباج دو نيفو وكيفاش كنديرو راتراباج ديال النيفو في لي باتيمون. كما كنعرفو كاملين ملي كيجيو لي بلوم كتشوف على حساب لي مورس بوتو. افترض ليتود لي دار بيرو ديتود عطاتك مترو 20، يعني الماكسيموم من فوق بيتون بروبوتي فوق الطالة ديالك، الطالة ديال الأرض، يعني السيناج فوق السيناج عطاك متر و20 ماكسيموم. وفي الحفير كتلقى 2 متر، حفرتي 2 متر باش تلقى لو بون سول. الوغ هاد الفرق بين 1.20 و 2 متر هو اللي كان نعمرو كيتشارجا به غرو بيتون. غرو بيتون كتشوف على حساب اشنو عندك في السي بي اس، الدوزاج ديالو وكيفاش الطريقة ديال العمل ديالو كتكون في السي بي اس. كتمشي للارتيكل ديالو في السي بي اس كتقراه كتشوف اشنو عطيك. وان شاء الله نخصو واحد فيديو ان شاء الله للسي بي اس نهضروا عليه حتى هو شويه. الور ملي كتطلع هذاك النيفو ديالك كطلعو حتى يبقى لك متر و20 للشيناج، هذاك هو راتراباج دو نيفو. هذيك العملية اللي هي كتسمى راتراباج دو نيفو، يعني كتطلع النيفو ديالك النيفو اللي عندك في لي مورس بوتو. وهاد لي زيماج اللي كاينين في الفيديو هما على الراتراباج دو نيفو نيت. وشكرا.